مرحبا بمشتركي سبورانات، مرحبا بمشتركي المستوى السادس. اليوم باش نكملوا درس وصف اشياء وحيوانات في الانتاج الكتابي. باش نبداو في بدء الامر بقراءه المقدمه من هذا النص، وهذا النص مقتبس من نص مصطفى لطفي المنفلوطي. لكن قبل هذا احنا اليوم باش نقراو المقدمه، سياق التحول ووضع النهايه، باش نفسر لكم حاجه قبل ما نبداو في العمل بتاعنا هذا، واللي هو انه احنا كي نبداو نعملوا في انتاج كتابي ولا باش نحرروا تحرير فقره، باش نقوموا بتحرير انتاج كتابي. شنو نعمل؟ عنا المرة الأولى وضع البداية، عنا وضع البداية، ومن بعد عنا سياق التحول، ومن بعد عنا وضع النهاية، وضع النهاية. لكن هذايا شنو فيه؟ وضع البداية شنو باش نعملو فيه؟ هو المقدمة، هي المقدمة اللي أنا باش نقدم فيها الموضوع متاعي. سياق التحول اللي هو شنو؟ اللي هو الجوهر، اللي هو فيه الأحداث، والأحداث هذايا تنجم تكون فيها سرد، وصف، حوار، هذوما الحاجات اللي نجم يكونوا فسط الجوهر. هذه نجم يكون سرد يتخلله الوصف، نجم يكون وصف يتخلله السرد، نجم يكون زاده نص سردي وصفي يتخلله الحوار. هذه نوعيه النص او نوعيه معناتها الانتاج نتاع. وضع النهايه سهل ياسر، اللي هو فيه الخاتمه اللي انا باش نختم بها ونعمل فيها حوصلة ملخصة للإنتاج متاعي. هذية بالنسبة هذية المخطط اللي احنا يزمنا نتمشوه في أي إنتاج كتابي، في أي تحرير موضوع يكون كيف من هكا. عنا مقدمة وعنا جوهر وعنا خاتمة، اللي هي وضع البداية، سياق التحول، ووضع النهاية. وهذا ما باش نقومو احنا توا بالعمل عليه. لذلك في بدل الأمر باش نقومو بقراءة مقدمة لهذا النص. احنا قاعدين فاش بدينا مرة الأولى؟ بدينا بمقدمة للنص. باش نقراوها؟ لنا صاحب هو أعظم الأصحاب نشاطا وأوفرهم جدا وأكثرهم ميلا إلى الزراعة، وقد رزقه الله ضيعة واسعة فانقطع لها وتفنن في إصلاحها. هذه البداية، هو كلها افكار عامه، ما فهمش حتى شيء مفسر ولا مفصل. هذايا موجود في المقدمه. بعد باش ننتقلوا لسياق التحول. شنو يقول لنا سياق التحول؟ استعين بالمخطط التالي لاحرر سياق تحول مغنى معناتها فيه برشا وصف. المحتويات تاع الضيعه، الموصوفات، الارض باش نوصفوها، جنة زاهرة. هذه راهي حاجات باش تستعينوا بها، ما كونش باش تطبقوها حرفيا، مش باش نشد انا نكتبها كما هكا ونكتب جوست نعمل ادوات ربط وكهو، لا، وانما حاجات باش نستعين بها ويسمكم زادة تحفظوها باش انتم تستعينوا بها في انتاجات اخرى. المياه متدفقة تدور حول الاشجار كأنها عقود وقلائد، تتلوى كما تتلوى الحياة الهائمة على وجهها. الجداول تتلاشى فتكون بركا صغيرة مستديرة. باش ننتقل للعشب الأخضر، يحف ببرك الماء كما تحف الأهداب بالعيون. هذا الوصف يتفنن في الوصف، انتم زادة تفنوا في الوصف. لهنا باش نقوم انا بالانتاج متاعي بسياق التحول معناتها الجوهر، باش نحاول نكتب الأحداث حسب المحتويات هذية، محتويات الضيعة فيها الأرض والماء والجداول والعشب الأخضر، وعطاك جزء من المواصفات انتي باش تحاول تستغلها. باش نبداو، تنقلنا في أرجاء الضيعة فاء، وعطاك هذية كل باش انتي تقوم ببقية معناتها الانتاج.
لهنا في وضع النهاية قال لله ما أجمل هذا المكان الذي لم يترك فيه صاحبنا بقعة جدبة ولا أرضا إلا هز تربتها وأحيا موتاها فاستحالت ضيعته روضة من رياض الجنة. ريتو محليها الوضع النهاية بسيط خفيف، ما فيش حشو، ما فيش كلام مكلي منه ومنه ونعاود انا نكعرر في الحكاية ونعاود في نفس الأحداث، وكل إنسان اللي فقير اللغة اللي ما عندوش باش يتكلم. ساعات التلميذ يبدأ فقير اللغة، ما عندوش باش يزيد وما عندوش باش يثري، يولي نفس المعلومة يعاود فيها ويعاود فيها ويعاود فيها. لا، احفظوا وموجود في سبورة نت في المكتبة الرقمية كراس الوصف باش تنجموا انتم تحفظوا الصفات لكل موصوف موجود، وتنجموا زادة تستعينوا بها في الانتاجات متاعكم. احنا باش نحترموا المخطط متاع الانتاج متاعنا، وتو ما بقاش كان انه احنا باش نقوموا بانتاج الجوهرة متاعنا لحسب المعطيات اللي عنا. وهكا اطفالي احنا تو قمنا بانشاء الجوهرة متاعنا او سياق التحول. خلينا نقراو مع بعضنا الكتابة اللي احنا انجزناها وكيفاش قمنا بمعنتها الكتابة هذه باستعمال هاته الموصوفات او الصفات الموصوفات الموجودة في الضيعة. تنقلنا في ارجاء الضيعة فاذا الارض جنة زاهرة والمياه متدفقة تدور حول الأشجار كأنها عقود وقلائد تتلوى كما تتلوى الحياة الهائمة على وجهها، أما الجداول فتتلاشى مكونة بركا صغيرة مستديرة يحف بها العشب الأخضر كما تحف الأهداب بالعيون. هكا توا احنا أصدقائي كملنا الجوهر متاعنا، قمنا بالوصف متاعنا، وصفنا الارض وصفنا المياه وصفنا الجداول وصفنا العشب الاخضر. ما ننساوش لهنا انه احنا انتقلنا من الارض اللي هي عامه الى المياه، ومن بعد المياه وصفنا الجداول اللي هي اقل من المياه، ومن بعدها انتقلنا الى العشب الاخضر. احنا انتقلنا من العموم الى التفصيل. خليكم ديما تتمشوا وتتبعوا معناتها طريقة الوصف هذية ولا خاصية الوصف هذية، وثم زادة انكم مش توصفوا شخص ولا هذيك كما قريناها قبل، انكم مش توصفوا من الاسفل الى الاعلى مثلا، لكن عنا الارض لهنا باش توصفها من العموم الى التفصيل كما عملنا احنا تو. من بعد عندك الى البداية، وعندك سياق التحول، وعندك وضع النهاية اللي هو يجب يكون ديما موجود، ولا يتم ولا تتم الانتاج متاعك إلا بالنهاية والتحول والمقدمة. إن شاء الله استنفعتوا أصدقائي بالنموذج من الانتاج هذية، وحاولوا ديما أي وصف تلقاوه موجود في أي درس تستفيدوا منه تدونوه على الكراسة متاعكم، وتحاولوا أنكم تفهموا وتحفظوه باش تستغلوه في إنتاجاتكم في القسم. إلى اللقاء.